اهلا بيكم يا جماعه في حلقه جديده وفيديو جديد هنتكلم فيها عن طاقه الابراج واهم نصائح وتحذيرات لكل برج من الابراج لعام 2022 الجزء الاخير. فالنهارده احنا بنتكلم مش بس على شهر اكتوبر اللي فاضل فيه، لا بنتكلم على نوفمبر وبنتكلم على ديسمبر، ومين الابراج المحظوظه حتى نهايه العام، ومين الابراج اللي لازم تاخد بالها، ومين الابراج اللي شوية ممكن طاقتها تكون منخفضة، ومين الأبراج اللي هتكون محظوظة في بداية 2023. معلش يا جماعة بتاع وقع الكلب، ماشي يا بلوك. طيب أول حاجة قولولي بتتفرجوا عليا من فين وانتوا برج ايه، قولولي بتتابعوني من انهي منطقة او انهي مدينة. ببسط جدا لما اعرف الناس بتتابعني من فين. طيب ده ما احنا عارفين خلاص الشمس بكره هتتنقل فاينلي من برج الميزان ومن لبرج العقرب. وليه بقول فاينلي؟ عشان انا من الناس المستفيده يا جماعه ان الشمس تتنقل من الميزان للعقرب، عشان انا فيرجو، عشان انا عذراء، فانا شمس الميزان قضت عليا. الشمس كانت موجوده في برج الميزان تعبتني، يعني انا من الناس اللي كنت بعاني في شهر اكتوبر، فبرج العذراء من الابراج اللي تعبت جدا جدا في شهر اكتوبر يعني. فالحمد لله ان هي خلاص سابت الميزان وراحت للعقرب، فويلكم بشمس برج العقرب. طبعا كل سنه وكل مواليد برج العقرب طيبين وبخير وفي سعاده وهنا وبيحققوا كل حاجه نفسهم فيها، بما ان احنا خلاص داخلين في سلسله اعياد مواليد برج العقرب. طيب خلينا نبتدي برج الحمل. برج الحمل انت عديت بوقت عصيب جدا، يعني اصعب من اصعب السنين اللي عدت على برج الحمل هي 2022، وسبيشلي بقى يعني كان اصعب شهر بجد شهر 10، لان شمس الميزان كان الضغط على برج الحمل، لان الميزان هو البرج المقابل لبرج الحمل في الدائره الفلكيه. فانت خلاص يا برج الحمل كونجراتيوليشنز، انت عديت الصعب، يعني الحاجات الصعبه والمشاكل الصعبه انت اوريدي عديتها وخلصت منها. انا بس عايزاك يا برج الحمل ان انت تركز الفتره الجايه ان انت تشتغل على نفسك، ان انت تطور مهاراتك في التحكم في عصبيتك. يمكن من اكتر المشاكل اللي كانت بتضايق برج الحمل الفتره اللي فاتت هو ان هو لما بيتعصب ما بيقدرش يتحكم في عصبيته. فشويه برج الحمل لازم تشتغل على المانجمنت بتاعه الغضب بتاعك. كمان شايفاك بتشعر بالملل في العلاقه العاطفيه اللي انت فيها، يعني حتى لو انت متجوز او مرتبط او خاطب او مخطوبه او كده، في ملل في العلاقه العاطفيه، فحاول تشتغل على النقطه دي، ان انت تتعلم حاجات جديده، ان انت تعمل حاجات جديده مع البارتنر بتاعك، تخرج وتروح اماكن بتحبوها. حاولوا ان انتوا تبعدوا عن طاقه الملل، لان انا متاكده ان برج الحمل يشعر بالملل ويشعر بالانزعاج، كانك ملان، كانك زهقان. فشايفه ان انت محتاج ان انت تطور العلاقه بينك وبين البارتنر بتاعك، اعملوا حاجه بتحبوها، جربوا حاجه جديده، اخرجوا خروجه جديده، فحاولوا ان انتوا باي طريقه من الطرق ان انتوا تبعدوا عن الملل وعن الزهق. يعني اتكلموا مع بعض، يعني ابنوا لغه حوار جديده. يعني بس انا شايفه ان انت ممكن تكون بتفكر في الانفصال للاسف يا برج الحمل، بس انا شايفه اديله فرصه، ادي البارتنر بتاعك فرصه اخيره، يمكن يثبت حضوره او يمكن يثبت نفسه. طبعا بشكر كل الناس اللي عاملين يقولوا اتفرجنا على الحلقه بتاعتك النهارده. يا جماعه انا كنت موجوده على قناه الزمالك، انا لسه راجعه، حتى الميك اب الحلو قوي قوي ده هم اللي عاملينه لي بصراحه. الميك اب ارتست بتاعهم او الماكير بتاعهم شاطر جدا جدا، يعني من احلى الميك اب اللي اتعمل بصراحه. اي لايك ماي ايز، بصوا عاملها حلو قوي قوي يعني، فايتس اميزنج يعني، بصراحه شاطر قوي. فالحلقه النهارده اتكلمنا فيها عن لو اوف اتراكشن، عن قانون الجذب. عايزاكم كلكم بقى تعملوا شير كتير كتير للحلقه لما تنزل، وقولوا ايه رايكم في الحلقه. بعد كده خلونا نتكلم على برج الثور. انت من الابراج يا برج الثور شويه ممكن تكون تعبانه الفتره الاخيره من العام، تعبانه يعني شايفه ان في علاقه عاطفيه عندك ممكن تكون بتخلص، في علاقه عاطفيه عندك في خطر، في علاقه عاطفيه عندك فيها قلق، فكانك انت بتحاول ان انت تكون افضل، بتحاول ان انت تكون احسن، بتحاول تشتغل على العلاقه العاطفيه اللي انت فيها. فبرج التورس انت من الابراج اللي شويه خد بالك، يعني ركزوا شويه في علاقاتكم العاطفيه الفتره دي. يعني الحمل برضو عنده مشاكل عاطفيه، والتور في اخر 3 شهور انت والبارتنر بتاعك كان في برود، كان في تحدي، كان انت مش انت بتعمل كده، طب خد البوكس ده، طب انت مش بتديني، مش عارفه ايه، طب انا هديك، كانكم واقفين لبعض ند بند. فلو انت بتحب شخص او انت معجب بشخص يا برج التورس، عبر عن مشاعرك، بلاش تتجاهل مشاعرك، بلاش تحسس شخص ان انت ولا في دماغك وان انت عايش حياتك، بالعكس بي بروفيشنال كده وقول انا معجب بيك، اي لايك يو،
يعني عبر عن احساسك. احيانا بتبقى ان انت تخبي مشاعرك وتخبي احساسك حاجه مش كويسه للبارتنر بتاعك، ان هو بيحس مثلا يور نوت انترستد. وفي ابراج يا جماعه بتحب الاهتمام، يعني انا مثلا برج العذراء، في ابراج الاسد بيحب الحمل بيحب الاهتمام، ففي برج انت ممكن تكون مرتبط بيه فتحس ان هو لا هو عايز يحس ان انت بتحبه او ان انت معجب بيه. فعاطفين شويه شايفاك يا برج التورس، يعني كانك عندك حنين للحب بقى، عايز تحب وتتحب، نفسك تحس بمشاعر عاطفيه. انت بيجيلك فرص كتير يا برج التورس، بس انت مشكلتك ان انت مش بتاخد الفرص، مش بتنتهز الفرص، وتفضل تتقل وتتنك شويه، فالناس بتعدي من تحت ايدك كده. فبرج التورس انا شايفاك زي ما تكون في علاقه عاطفيه او 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 حتى تبقى علاقه عاطفيه جديده، انت عمال تفكر وتثينك وتلعب مايند جيمز. بي ستريت فورورد، روح للشخص ده اتكلم معاه ستريت، فقول له انا متضايق منك عشان 1 2 3، عاجبني فيك كذا كذا، عايزين نطور العلاقه، عايزينها تبقى افضل. فاشتغل على العلاقه اللي انت فيها لانها علاقه تستحق المحاوله. حتى لو عندك كراش جديد او شخص جديد في حياتك، بلاش تبقى واخد بقى، لا عبر، انزل اتكلم معاه، قول له باي ذا واي اي وونت تو نو يو بيتر. حتى لو الشخص ده ما كان في الاول مش مثلا مديلك الايجو بتاعك، لان برج التورس انتوا عارفين بيحب الايجو بتاعه ازاي، فلا جيف اوبورتيونيتيز يا برج التورس في العاطفه. قولوا لي يا جماعه بتتابعوني من فين وانتوا برج ايه. في حد بيقول لي اي لايك يور ميك اب، والله انا كمان اي لايك ات، اي لايك ات قوي، يعني اتس ون اوف ذا بيست تايم اي هاد ذس، يعني اي هاد ميك اب بصراحه. لا ويوم فرح اخويا برضو الميك اب كان حلو قوي. شكرا يا جماعه، والله انا بتكسف على فكره، ما تقوليش كلام حلو كتير عشان بتكسف. في حد بيقولي اي لايك انا بحب الحاجات البناتيتي برضو اللي هي السوفت دي، اي لايك ات كمان يعني، ف يعني مش عارف بحب الحاجات السمبل كده. طيب ندخل بعد كده على جيميناي. جيميناي انت برضو من الابراج اللي لازم تخلي بالها الفتره الجايه دي، لان انت الفتره الجايه دي فتره شعور بالوحده، فتره ملل، فتره زهق، حاسس ان انت يعني عايز حد يفهمك، عايز حد يحتويك، مركز في شغلك قوي، ممكن تتعرض لمشكله في الشغل تزعلك او تضايقك او تحس ان انت وحيد. انا شايفه جيميناي الفتره دي مش من احسن فتراته، ممكن اخر السنه تبقى كويس، شهر ديسمبر يبقى افضل، سوري شهر ديسمبر هو يعني ممكن برضو يحصل لك لخبطه في ان وجود الشمس في برج القوس ممكن يكون ضدك او كده بيأخر لك حاجات، فانت حاول تنجز اي حاجه انت عايزها في شهر نوفمبر يا برج الجوزاء قبل دخول ديسمبر. شايفاك ممكن تكون منفصل عن الشخص اللي بتحبه، او في زعل او في بعد او في هجران كده، كانكم بعاد عن بعض، فحاول ان انت تعبر عن مشاعرك، حاول ان انت تعبر عن طاقتك لهذا الشخص يا برج الجوزاء. بس هو لو في حاله ان انت حسيت ان في يعني في كده اللي هو زي بيزقك لبعيد او ان هو مش متقبل هذه العلاقه، فتذكر ان انت ترجع ما تتمسكش بشخص مش متمسك بيه. في حد بيقول لي رشا انت ليه مختفيه؟ عندي تغييرات كتيره قوي في حياتي، عندي لخبطه كتيره، فانا عارفه ان انا مختفيه ومقصره، بس ام كامينج باك يا جماعه، والله اوعدكم ان انا ام كامينج باك يعني قريب جدا يعني. طيب انا كمان بحبكم جدا جدا والله بجد، ثانك يو لكل واحد بياخد من وقته عشان يكتب لي كومنت حلو، يعني اثرتم قلبي والله، واوعدكم ان انا هرجع اعمل فيديوز اون ا ديلي بيزس، يعني انا عارفه ان انا مقصره اي نو يعني. فبرج الجوزاء انت من الابراج اللي لازم تاخد بالها النص التاني، للاسف الجوزاء كده انت في خطر يعني. بعد كده خلونا ندخل على كانسر. كانسر انت داخل على فتره حلوه جدا، وخاصه ان انتقال الشمس من برج الميزان اللي هو ما كانش برج سبورتيف ليك لبرج العقرب هديك باور، هديك طاقه، هديك شعور بالحب، اعجاب، عندك طاقه حب او اعجاب بشخص، شخص كده بيلفت انتباهك، عندك مشاعر اللي هو عندك شغل كتير بس انت بتنجزه وتخلصه بحب، عندك في شخص بيهتم فيك، شخص بيعبر عن مشاعره، شخص بيعبر عن حبه، شخص عندك ناس حواليك حاسس بطاقه حب كويسه، عندك فلوس حلوه جايه لك يا برج السرطان، يعني عندك اوبورتيونيتيز في الشغل، اوبورتيونيتيز جاي لك مصدر رزق جديد، شغلك حلو جدا جدا، يعني انت ابتديت السنه يا برج السرطان كنت وحش جدا، انا شايفه ان انت بتنهيها حلو جدا، وانت من الابراج الاكثر حظا في نهايه العام، يعني انت يعني يعتبر واحد من اكثر الابراج المحظوظه في نهايات 2022، عندكم opportunities، عندكم حظ، عندكم طاقة حلوة، عندكم قدرة على التعبير عن مشاعرك، مشاعر حلوة، فأنت من الأبراج. بس الحاجة الوحيدة عايزة أقولها لك، ممكن شخص ترابي يدخل حياتك، الشخص ده برج السرطان، يعني حاول تستغل فرصة وجوده في حياتك، إن الشخص ده هيأثر عليك بطريقة إيجابية، فاديله هذه الفرصة. وعندكم حنين إلى الماضي أو شعور
بانجذاب لحد شخص من الماضي برضو، فيبقى عندكم زي صراع كده بين الماضي والحاضر. يا برج السرطان قولوا لي فعلا في شخص قادم من الماضي انتوا حاسين بحنين ناحيته، وفي شخص جديد موجود عندك ولا لا؟ شوفوا بقى انت هتختار مين يا برج السرطان. طيب ندخل بعد كده، قولوا لي يا جماعه بتتابعوني من فين وانتوا برج ايه، والناس اللي اتفرجت على الحلقه وعملوا صور، عشان ناس كتيره بعتت لي على الدي امز على انستغرام، بليز تبقى اعملوا لي منشن على انستغرام وانا هعمل لها شير باك زي ما اتفقنا. يعني اي حلقه صوروا فيديوز وستوريز وحطوها عندكم، انا هعمل لها شير باك يا جماعه. طيب يبقى برج السرطان انت من الابراج المحظوظه حتى نهايه العام، برج الحمل انت من الابراج المحظوظه حتى نهايه العام، اما برج الثور وبرج يعني الثور والجوزاء خلي بالكم. ندخل بعد كده على الاسد. الاسد انت في فتره نجاحات، فتره ثقه بالنفس، فتره يعني قوه، فتره يعني بس نعدي شهر نوفمبر، ممكن نوفمبر بس يبقى فيه شويه بطء، وخاصه لحد يوم 21 نوفمبر تاخيرات، شويه زعل، شويه بس انا شايفه ان ديسمبر بالرغم من وجود شغل كتير وبالرغم من وجود ستريس في اضواء كتيره، والاسد انتوا عارفين بيحب الاضواء، عندك حاجه بتتحقق، حاجه نفسك فيها، قصه حب جديده كمان عندكم، حب يا برج الاسد، شخص جديد بيلفت انتباهك، عندكم قصه انجازات، حاجات بتخلصها، حاجات بتحقق طاقه حلوه جدا جدا. انت من اكتر الابراج المحظوظه يا برج الاسد، مش بس في نهايه 2022 لا، وكمان في بدايات 2023 عندك استحقاق، حاسس بقيمه نفسك، واثق في نفسك، بتحقق حاجات كتيره، الناس بتسقف لك، الناس بتدعمك، الناس بتتكلم عنك كويس، فانت من الابراج اللي طاقتها حلوه جدا 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 يا اسد. وبس خلي بالك من طاقه الشك والغيره، يعني اكتر حاجه ممكن تاثر على طاقتك الفتره القادمه هي طاقه الشك والغيره، فحاول تحذر منها. طيب ندخل بعد كده على برج العذراء. طيب بليز يا جماعه لو بتتابعوني من جوه مصر بليز تعملوا لايك، لو بتتابعوني من بره مصر بليز تعملوا لاف علشان اعرف الناس بتتابعني من جوه مصر ولا من بره مصر، واعملوا شير كتير كتير لاصحابكم على الواتساب عشان يسمعوا الكلام ده، لان النصايح دي مهمه جدا جدا. ندخل بعد كده على برج العذراء. برج العذراء انت من الابراج الاكثر حظا في نهايه العام، يعني الحمد لله انت عديت الصعب. شهر اكتوبر كان شهر كبيس خلصنا منه، نوفمبر حلو جدا، يعني ديسمبر هيبقى لطيف برده، فخلاص يا برج العذراء خلصنا من سنه كبيسه، سنه وحشه. قولوا لي العذراء فعلا كانت سنه كبيسه عليكم ولا لا؟ انا بالنسبه لي كانت من أسوأ السنوات اللي عدت عليا في اخر 3 سنين. فاخيرا بتشم نفسك كانك بتبتدي بدايه جديده، برج العذراء عندك بدايات جديده، عندك انطلاقه جديده، عندك طاقه اللي هو I will be something، انا هعمل حاجه جديده، انا واحده من الناس اللي I need to do something in my life، وعايزه يبقى عندي بدايه جديده، وكانك عايز تشتغل على نفسك، عايز تطور من نفسك، عايز تكبر، عايز تبقى حاجه، ف you are working on yourself يا برج العذراء، انت شخص قوي، انت شخص بتعرف تقوم، عارفه ان البدايه مش سهله لانك انت كانك بتعمل ري بيلدينج لنفسك. عاطفيا عندك فرص كثيره في الحب، بس انا شايفه العذراء محتار، عندك طاقه حيره، عندك طاقه، ممكن يكون عندك كذا شخص معجب بيك، كذا شخص بيقدم لك حب، وخاصة ما بين أبراج ترابية وأبراج مائية عندك طاقة حب قوية جدا جدا، في أبراج قوية موجودة، يعني كأنك هيتعرض عليك حب كتير، هتبقى محتار ما بين شخصين، عندك ناس جديدة ممكن تدخل حياتك تأثر عليك، خاصة عذراء السنجل أو عذراء المنفصلين، بس أكتر طاقة موجودة حواليك هي الطاقات الترابية، تور جدي عذراء، والطاقات المائية حوت أسد سرطان. قولوا لي يا برج العذراء فعلا عندكم حيره في الحب، وعندكم ناس كتيره الفتره دي كانك انت محتار ما بين شخصين ولا لا؟ في العمل محتاج تركز يا برج العذراء، عندك تحديات كتيره، عندك مشاكل كتيره في العمل، بس لو ركزت وحطيت دماغك ان انت تنجزها هتخلص كل حاجه، عندك اعداء نجاح، ركز يا برج العذراء. والحاجه الثانيه اللي هو ما تديش لحد من طاقتك حد مش بيبذل مجهود ان هو يقرب منك، ما تديش لحد اكتر ما بيديلك يا برج العذراء، هناك اشخاص ممكن تكون بتستغلك وبتستغل طاقتك، حاول ان انت تبعد عن هؤلاء الاشخاص. قولوا لي يا جماعه بتتابعوني من فين وانتوا برج ايه، وثانك يو لكل الناس اللي عاجبهم الميك اب بتاعي. شكرا شكرا شكرا. طيب ندخل بعد كده على ميزان. ميزان انت خلصت فتره حلوه، بس انا شايفه الميزان للاسف شهر نوفمبر شهر فيه تشالنجز، فيه تحديات، فيه صعوبات، فيه مشاكل، فيه
انت محتاج حد يحتويك، محتاج حد يدعمك، محتاج حد يقف جنبك يا برج الميزان. فانا شايفه ان برج الميزان الفتره دي مش من الفترات السهله، مش من الفترات البروميسنج شويه، فمحتاجاك ان انت تقوى كده وتستقوى وتواجه يا برج الميزان. صحيا ممكن يكون عندك مشاكل كتير جدا، كمان نفسيا انت محتاج دعم نفسي وتشعر بالوحده. فيا ريت اي حد يا جماعه عنده حد صديق ميزان يروح يطبطب عليه ويقول له انا معاك، انا في ظهرك، ما تخافش. برج الميزان محتاج جدا جدا للطبطبه، محتاج للدعم، محتاج لطاقه حب قويه من الاشخاص موجودة حواليك. ممكن تكون بتشعر بتأنيب ضمير، او بتشعر ممكن عندك انفصال يا برج الميزان، كأنك بتكتشف ناس على حقيقتها، كأن الاقناع بتسقط على الناس اللي انت بتعرفها. عندك مشاكل مادية ومشاكل في العمل، مشاكل في الاسرة، فانت من الابراج اللي شوية الفترة الجاية دي صعبة، زيك زي اخوك برج الميزان، زي اخوك برج الثور، بس انت من اكتر الابراج اللي الوقت صعب عليها جدا جدا. وبرضو برج الدلو اللي ممكن يكون عنده شوية تحديات الفترة دي. قولوا لي يا جماعه مواليد برج الميزان فعلا هل انتوا شايفين الفتره دي فتره صعبه ولا لا، وقولوا لي اخباركم ايه. بس ما تثقش في اي حد بسهوله. انتوا بتاكلوا ايه؟ حاولوا ان انتوا ما تثقوش في اي حد بسهوله. ابعدوا عن اي حد ممكن يقول لكم كلام يضايق او كلام يزعل، يعني ابعدوا عن الطاقه السلبيه برج الميزان، واستقوا بنفسكم، ما تستنوش حد يديكم الدعم ويقويكم يا برج الميزان. طيب ندخل بعد كده على مواليد برج الايه بقى، احنا خلصنا ميزان العقرب. عقرب انت بقى داخل على فتره حلوه، فتره فيها طاقه، فتره فيها انجازات، فيها بتخلص ثقتك في نفسك حلو، بتنجز، شكلك حلو، مهتم بشكلك، عندك معجبين كتير يا برج العقرب، عندك عروض حب خاصه من الابراج الترابيه او الابراج المائيه. في شخص من الماضي بيحاول الرجوع ليك وهيبقى راجع لك عايز فرصه جديده، بس انا شايفه ان انت مش هتبص للماضي، هتبص لشخص جديد يا برج العقرب. فممكن يبقى عندك حيره برده زيك زي برج ما بين شخص قديم وشخص جديد، بس انا شايفه ان انت هتختار الشخص الجديد، مش هتبص للماضي، لان شايف ان الماضي كان بيوجعك، كان بيتعبك، كان بيوجع قلبك، فشايفه ان انت مش هتبص. سلام، هات تعالي بسرعه شوفي عمر، تعالى خد شوف هيزل بياكل ايه، تعالى شوف بياكل حاجه بتاعتي انا البينك دي. فبرج العقرب يعني ما تختارش ما بين الماضي والحاضر. بص الكلاب بتاكل ايه يا سلام، دول بياخدوا الغسيل ياكلوه. ما تختارش يا برج العقرب. انا شايفه ان انت انا شايفه ان الشخص الماضي محتاج فرصه منك، بس في نفس الوقت انا شايفاك خلاص قفلت الموضوع. فبس بي اونست يا برج العقرب، بلاش لف ودوران. يعني انا بتضايق من برج العقرب في اللف ودوران، يعني انت الشخص ده خلاص نو اوبورتيونيتي، مفيش اي احتمال ان انت ترجع له. بي ستريت فورورد، وقف في وشه وقول له انا اسف، انا مش هقدر ارجع لك، انا عايز امشي. فهو هيحترمك اكتر يا برج العقرب. فشايفه في شخص عائد ليك من الماضي هيحاول الرجوع ليك او يحاول يتكلم معاك. عندك شخص جديد يا برج العقرب هيبقى يتقرب اليك، ممكن يكون اصغر منك سنا او اكبر، يعني يا اما اكبر بكتير يا اما اصغر بكتير. بشكركم، يا رب الفيديو يكون عجبكم، وبليز تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناه وتتابعوني على انستجرام وعلى فيسبوك. ندخل بعد كده على برج القوس. برج القوس حاول بس تخلص من شهر نوفمبر، ممكن يبقى فيه تحديات شويه، صعوبات، تاخيرات، ستريس، ضغوطات، مشاكل في الشغل، قيل وقال، اشاعات. بس وانس ان انت بتخلص شهر يعني من اول يوم 21 نوفمبر هتلاقي الدنيا بقى ظبطت معاك، لان احنا داخلين الشمس داخله في برجك، فهدي بتدعمك، بتقويك، بتديك قوه شخصيه. بس الحاجه اللي عايزه احذر منها برج القوس هو الانفصالات عن العلاقات العاطفيه. يعني ممكن الفتره الجايه دي تفكر ان انت تنفصل عن شخص بتحبه وتبعد عن شخص بتحبه. شايفه ان في شويه يعني ايه ستريس شويه او ضغوطات شويه، فتكر يا برج تكر جدا يا برج القوس من المشاكل العائليه او مشاكل العاطفيه اللي ممكن تؤدي الى انفصال او بعد عن الشخص اللي انت بتحبه. في العمل شايفه في تحديات، بس عندك نجاحات حلوه في اخر السنه، يعني في نجاحات، عندك شهره السنه دي على فكره، وانت من الابراج المحظوظه في بدايه 2023، عندكم شهره، بتحققوا حاجه كبيره، اسمكم هيلمع، الناس بتسقف لك، عندك علو الشأن في العمل. في العمل عندك طفره يا برج القوس، جالك شغل كتير، شغل حلو، جالك فرص حلوه، وشايفاك بتبتدي بدايه قويه وبتبتدي تثق في نفسك اكتر. فانت من الابراج اللي انتوا عندكم طاقه حلوه جدا، استغلوها يا برج القوس خاصه، يعني حاولوا تعدوا بس شهر نوفمبر. بعد كده خلونا نتكلم على برج الجدي. انتوا عارفين انا بحب برج الجدي ازاي. برج الجدي انت عديت بفتره صعبه الحمد لله، خلصت منها. شهر اكتوبر كان شهر مجهد بالنسبه لك، شهر متعب، شهر فيه شغل كتير، حالتك النفسيه والصحيه ما كانتش افضل حاجه، فانت بتتحسن يا برج انت بتتحسن اكتر يا برج الجدي. فشهر
نوفمبر بالنسبه لك شهر حلو، شهر جميل، شهر مبسوط، عندك حب، عندك حبيب، عندك شخص بتعبر له عن مشاعرك. فانت من الابراج اللي عدت بوقت عصيب خلاص اوريدي خلص في شهر اكتوبر، فانت بقى بتريلاكس، بتستريح، بتنطلق، بتعيش حياتك، بتبسط، بتبتدي بدايه جديده حلوه. فانت من الابراج اللي عندك حاجه بتتحقق لك، عندك فرحه، عندك فلوس حلوه كمان يا برج الجدي، جالك فرص حلوه جدا ماليه كمان. برج العقرب على فكره من الابراج اللي جاله فلوس حلوه، يعني عقرب جالك فلوس حلوه وفرص حلوه في الشغل. انا نسيت اتكلم عن برج العقرب عشان حد كتب لي، انا فعلا ما كتبتش. برج العقرب وبرج الجدي جاي لكم فلوس حلوه، جاي لكم كذا مصدر رزق، كمان جاي لكم انتصارات، يعني تتكلموا عن نفسكم كويس، ثقه في نفسكم. فبرج الجدي انت الفتره دي فلوسك حلوه، عندك نجاحات في العمل، تغييرات في العمل بس هتنجح، تغييرات جديده ايجابيه لمصلحتك. فدونت بوش التغيير الجديد يا برج الجدي، لان شايف ان في حاجات جديده ممكن تكون لمصلحتك وبالنسبه لك افضل. فبرج الجدي من الابراج اللي عندكم قوه، عندكم انا مبسوطه ببرج الجدي. برج الجدي فعلا شهر اكتوبر تعب فيه قوي وكان شهر مجهد، فانت بتلاقي نفسك. واحسن بالنسبه لي فتره هي اخر اسبوع في السنه، اخر اسبوع في شهر ديسمبر من افضل فتراتك، لان الشمس هتدخل في برجك هتديك بقى اللي هو الباور والطاقه والدعم. بس خلي بالك انت كويس بصراحه، ممكن في بدايات شهر 12 بس تخلي بالك من الستريس ومن الضغوطات ومن مشاكل في الشغل، حوارات بتحصل، بس يو ار جود، عندك فرصه للارتباط بشخص، او عندك طاقه حب، عندك قصه حب بتبتدي، قصه حب، حاسس بمشاعر حب ناحيه شخص. انت من الابراج اللي طاقتها حلوه جدا جدا. طيب ندخل بعد كده على الدلو. برج الدلو انت من الابراج اللي تخلي بالها شويه، يعني انت من الابراج اللي ممكن يكون عندك تاخيرات، عندك عقبات. الحاجه الوحيده اللي مطلوب منك يا برج الجدي ان انت تبقى اكثر فليكسيبيليتي، بلاش عند، بلاش يعني، خليك فليكسيبل اكتر. عندك تغييرات كتيره ممكن تطرق في حياتك، عندك ضغوطات كتيره ممكن تحصل لك، فحاول انت تادبت مع الضغوطات والتغييرات دي. وعلى النطاق العاطفي، عندك فرصه عاطفيه مع شخص من الماضي بس انت مش مديله فرصه يا برج الدلو. ممكن يكون الشخص بيحاول يرجع لك، بيحاول عايز فرصه جديده، بيحاول عايز بدايه جديده، بس انا شايفه ان برج الدلو مش موافق على هذه البدايه ومش مديله فرصة كويسة. فانت محتاج يا برج الدلو شخص يحتويك، شخص يتبناك. فانت انا شايف في شخص ممكن تكون كنت تعرفه وبعدتوا عن بعض، شخص بيراقبك في صمت، الشخص ده عايز فرصة جديدة معاك. انا شايف هذا الشخص بيحبك بجد يا برج الدلو ويستحق هذه الفرصة، وخاصة لو برج ترابي، عذراء او جدي او تور. الشخص ده عايز فرصة جديدة معاك لان هو بيحبك، عايز بداية جديدة وحس بقيمتك او حس بغلطه، فهذا الشخص يستحق فرصة. بس عندك حيرة ما بين كذا شخص وعندك فرصة عمل جديدة، استغل الفرص اللي بتجيلك يا برج الدلو، لان sometimes الفرص اللي بتيجي ما بتجيش زيها تاني. طيب اخر برج هنتكلم عنه في اخر جزء من السنة، واخر جزء من سنة 2022 هو برج الحوت. برج الحوت كل سنة وانتم طيبين، الحمد لله. طالما ده القمر الشمس داخل برج العقرب، يو ار جود يا برج الحوت. شايفة شهر، شهرين الجايين شهرين حلوين عليك، شهرين ريلاكسيشن، مديتيشن، بتوصل انت عايزه في الشغل، في حياتك العملية، في حياتك العاطفية، حاسس بالامان، فانت افضل بكتير جدا جدا. كمان شهر اكتوبر حلو قوي بالنسبة لك، لان وفي اواخر شهر ديسمبر، لان القمر الشمس موجوده في برج العقرب، وده برج داعم ليك، فبتديك باور، بتديك طاقه، بتديك حيويه، تحس ان الامور ماشيه زي ما انت عايزها. فانت من الابراج اللي طاقتها حلوه جدا حتى نهايه العام، وعندكم حظوظ حلوه جدا، وبدايه 2023 كمان بدايه موفقه جدا جدا لمواليد برج الحوت. يعني انطلقوا يا برج الحوت، الفتره دي فتره ثقه بالنفس، فتره سعاده، فتره انجازات. طب يبقى كده مين الابراج اللي عندهم مشاكل الفتره دي خلي بالهم في نهايات 2022؟ زي ما قلنا برج برج الجوزاء ياخد باله كويس قوي، اوكي. قلنا برج الميزان ياخد باله كويس جدا جدا جدا. بعد كده برج القوس شويه شويه. بعد كده برج الدلو كمان من الابراج اللي لازم ياخد بالها ويركز كويس جدا. الحمل بلاش عصبيه، يعني انت لو اتعصبت وتمالكت اعصابك وما اتخانقتش مع حد هتبقى كويس جدا. بليز بقى عايزه منكم كذا طلب. اول حاجه عايزاك كلكم تعملوا لي فولو على الانستجرام، يعني عايزه اوصل الانستجرام بتاع المليون مشترك، وده مش هيحصل غير بيكو انتوا. تاني حاجه عايزاكم تقولوا لي تحبوا نتكلم عن برج ايه في نهايه 2022 عشان نتكلم على كل الابراج. تالت حاجه قولوا لي بليز تعملوا لايك لو انتوا من جوه مصر، وانتوا من بره مصر بليز تعملوا لاف. ثانك يو، بحبكم جدا جدا. اشوفكم في فيديو تاني نتكلم فيه عن توقعات ونصائح وتحذيرات للابراج. باي، مع السلامه.